بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الهجرة إلى المدينة المنورة. جعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من خروجهم، فضيقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبثوا بهم، ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى. فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة، فقال: إني أريت دار هجرتكم ذات نخيل بين لابتين. ثم مكث أياما، ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال: قد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. فجعل القوم يتجهزون ويترافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.